السلام عليكم ورحمة الله. اتصال عن أفعى بداخل حمام. وين عصاي؟ هاي ورا جمال. لا لا هاي اسمع. جيتك بشير. سكر هاي لعشان ما تضربش. خمسة. طبعاً مش مبينة أول إشي. ما رح نصل إذا الأفعى فوق زي ما بتقول هاكي طلع برا بدنا نحصلها هيك سكر نطلع هون ونفتح إذا داخل جوا مشكلة. هيا جميل هيا 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 طلعت راسي لحظة لحظة شوي يلا يا زلمة اصبوا علي حسن خلي دخلي شفت كيف طلعت راسها جميل اصبر سد الماء عندك بعديك حياة كبيرة والله بقول لك صاحب السوبر ماركت عنده فوبيا من الأفعى عنده فوبيا؟ عشان هيك يلا اطلع يلا خايف قاعد تطلع وينها تروح يلا ولي مستحيل يا زلمة شو هاي برمائية؟ لا هاي هلا هلا خليها تنزل تحت الشرفة خليها تطلع خليها شنو حجم البقلاوية؟ البقلاوية خليها والله كبيرة خليها تتضايق بس تطلع بشدها نزلت بنت الحرام تقدرش سكرت عليها ما فيش معها مجال تبرا فيش معها مجال هكي بتتضايق تطلع لبرا شوف طيب تتنفس هالكيد؟ لا بتقدرش تتنفس زي ما كنت تطلع فوق الشرفة خليها تطلع باكي طولها لفوق يا هبلة لفوق خدي نفس وينك تروح ما سكر اهم شيء التسكير شاوي متخبيه مش قلت لك هذا خميله عريض هي طلعت جميل هي دخلت جوا دشرها
قديش تتحمل تحت المي؟ ما حسبتلهاش. بلشت تموت الافحي ولا؟ يلا يلا هلا بديها تطلع على الراس تتنفس. تتضايق. حصلت فيك دير بالك. جفلت هي وقفة. خلص تعالي. تعالي خلص. جفيك. ليك جنينة أنت. والله كبيرة يا جمال. إيه. شادي حالها جوا لسه. شكلها بالها إيش يا جمال. هاي بتطلع 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 بتطلع. طلعت طلع ذنبها وين طالع؟ وين وين لفه؟ شوف وين لفه؟ من هنا هيك وذنبها طلع لوين؟ والله طويله هي كبيره. طلع 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 طلع. بس انا بديش اخطو من حيه. يلا ركز ركز ركز. هي صارت تبخ يا جميل. معلش معلش. يلا تمام. اوعى اوعى. طلع. وين تروح؟ وأين تذهبين؟ والله كبيرة. كبيرة شوي خليها مستقبلة خليها مستقبلة. نفهم لا ما معنا ضوء. طيب. يلا. يلا. هاي يا معلم. هاي المصير أبو يا اسمع. شلون شفت الحجر؟ هاد بيرة اسمع. هات انك قال لها اشي فاضي حطها فيه معناش اشي لان هديك مستعزل ايش هو؟ يا زلمة قال لها فاضي بلاستيك زي تبع الزيتون هلا هلا والله